قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا قال الهدهد لسليمان قولا سجله القرآن قولا سجله القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أغسام الاسم الظاهر اسم الظاهر كأغيبه سي أيين هل كان كقاضن دورنا اسم الظاهر كعلم وحو أغيب سما سديد غيبات أي أغيب سما سديد غيبات أغيب سما أيين هل كان كواركينا واسم الظاهر كها اسم السجود وحين أغيب إنه صدح وظاهر إيا ضمير إيا مبهم بين أغيب إنه ضمير كوي نصار دمين إساق أوليح دان قيباد أيو عشر كيني هوري أيو أها ظاهر كان سيدي دي سي قيباد أيو هذا هل كان كواركي دونا هدي إلى هيدا إن شاء الله تعالى أقسام الاسم الظاهر اسم الظاهر كأغيبه سي اسم الظاهر كي صدح بو أغيب سما وحل إنه مفرد يهي إيينو مصني يهي إيينو جمع يهي صدح لا سمر كهوري لا غيب يا اسم الظاهر كا ومفرد وحي كلي كتصيا ومصن وحي لبا كتصيا وجمع وحي لبا وحكا بضان كتصيا هذا جمع كلي دي أفر بو النقضة وجمع مذكر سالم إيه جمع مؤنث سالم إيه جمع تكسير منصرف أو تموين قاطع إيه جمع تكسير غير منصرف أو تموين قاطع جمع كلي دي بو أفر نقضة مفرد كنا كلي دي صدح بو نقنية ومفرد منصرف إيه مفرد غير منصرف يا أسماء الخمسة أسماء الخمسة مفرد كي كجيران أمرك أبوك اللي قلنا أباها أبوه دوا قف قلنا ويان سيدا إنه دريمينه كل كا صدح ذا مفرد كأ يا سيدا إنه قرانا إنه أفرتا جماعة يا مصنها أو حبت قلنا هل كان أيه إنه كأرك دون سيدا اسم جي ظاهر كها أمرك هو صدح بون نقضي ومفرد يا مصنة يا جماعة مفرد كل ذي بصدحها مفرد منصرف غير منصرف أسماء الخمسة مصنهنا واحد وأفر كم عنا كل ذي بأفر سديدا غيبات أو اسم ظاهر الليلة أيانو هالكن كيرينا فإذا دعوا لما اسم كان ظاهر كجري دونتا بإذن الله تعالى أما أينو اسم كان ظاهر كا كقاضن دونانا نحوها مرك اللي تشوغو اسم كان ظاهر كا يا إن بدن صور نغن دونا وأي هدفع اللوبة هذا سديدا سينو قاضن دونا طمير كان وينو قاضن أين أيدي سديدا رسمي وين حوغي وبطان هذا أي نوبة هنا إعراب سديدة سينقاضن إن حاجة أسماء هذا هذا أي نوبة هنا نائب فاعل سديدة وين قاضن إنك استاذ ضمير كي مبهم كنا لقاضن كرو هذا أي نوبة هنا محنكو إلى هذا مبتدى وين نكو قاضننا هذا أي نوبة هنا خبر وين نكو قاضننا هذا المفعول به أوبة هنا وين نكو قاضننا وهكذا أقسام الاسم ظاهر اسم ظاهر كأغيبه سي اسم ظاهر كون صوت تعريفنا يو عشر كيني هرأي أنكو صوت تعريفنا هذا أغيبه سي أيين مرينا ومفرد منصرف مفرد منصرفة مفرد ووحي كلي كتصا منصرف نو ووحي تموين قاضن كرا مركز تموين بو سيتا معها وقاضن كرا تموين تحال ذي سحالت كمذا مثل علي وعمق علي أو كربا علي وانا مفرد وانا منصرف تعريفه مركز تلماما يوتع مفرد كمنصرف كا هو مفرد كماك ويان دل كتصيا على واحد من قرى أو واحدة أما من قرى أو ددقة وقبل أقبل التموين تموين تموين بو أقبل أو عوضه أما تموين تو عوض إيه بدل كا أيو أقبلا كل مفرد كمنصرف كيه وحكو تسا واحد لبأ أما واحدة لديك وحنا أقبلا تموين أو تموين تا كجرتا أما تموين تا عوض كيه محمد يا علي تموين تا محاها دبا عوض أو عوض كتموين توا أل أل إيه إضافة لبلا سا عوض تموين ليه لحظة أل إيه إضافة هدي ميك الرجول أن رايو بلا أل يوه مضاف نونا أهين وين تموينية هدي لكن عوض كتموين تأن كدران أل كدران أن الرجول إلى هذا دي إري ألوة تموين ما قادن كرا عوض كي تموين توسيتا هدان مضاف كردقنا كتاب علي أن را كتاب علي كتاب كا هدان علي او إضافة يدي تموين تيوان كديني وحن تموين تيو قد يوا إضافة اللي انشيق مضاف كا ألنا لغو مدر تموين لغو مدر سيدا أندري مينو هو ما دل واكا كتوسا على واحد واحد لبأ أو واحدة واحدة لديك وقبل هذا أقبل التموين إلا التموينية أو عوضه أما تموين تعوض كيكي ومفرد غير منصرف مفرد منصرف هين مفرد غير منصرف مفرد منصرف هين مفرد منصرف هين وكالباد مفرد ويانو كليب كتصا وغير منصرف تموين مقاطو سيدة أحمد أوكالي تعريفه مركان تعريفين إنه هو ما دل واكا كتصا على واحد واحد لبأ أو واحدة أما واحدة لديك ولم يقبل من أقبله التموين تموين تما أقبله وواحد لبا أيو كتصي أما واحدة لديك ولم يقبل تموين واحد تموين ليران أقبل ما أيو صدح وجمع تكسير المنصرف جمع تكسير المنصرف مركع إنه دونينه وجمع ووحي صدح لبا صدح إيو وحي كبضن بكتصي تكسير كاننا وإنه إمن دونا يو ولح لنا
ayuu tagsiirku eriga kaga dhacaa, waa isbedel. Tagsiirku waa jajabin weeyaano, jajabintani waa bedelid mufradkii wax laga bedelayo, xarakadiisii baa la bedelaya, xuruuftiisii baa la bedelaya. Jamcu tagsiir almunsarif weeyaano tagwiin buu qaadanaya, sida rijaalin oo ragiya, waana jamac, waana tagsiir, waana munsarif. Aqlaamun ghilmaanun kutubun tacriifuhu, marka la tacriifinayo huwa maa dalla, waa ka kutusa calaa akhara, wax ka badan min ithnayni, laba raga, aw ithnatayni, ama laba dhadiga. Bitaksiiri mufradihi, mufradkiisiiyo wax laga bedelay. Bitaksiiri mufradihi, bisabab taksiiri mufradihi, mufradkiiyo wax laga bedelay. Taksiirkani waa jajabin, laakiin waxaa loo jeedaa in wax ka bedelid. Bitaksiiri mufradihi wa qabila, wuxuuna aqbalaa atanwiina, tanwiin ayuu aqbalaa. Oo ciwadahu, tanwiinta waxaa ciwadka iyo wakiilka ka ah ayuu aqbalaa. Waa jamcu taksiir gayru lmunsarif, ka kalena waa jamac, oo wuxuu ku tusayaa jamacaasi maxay. Jamacaasi wuxuu ku tusayaa sida aynu dareemayno saddex iyo wixii ka badan. Taksiirkuna waa mufradkiiba wax laga bedelay, waana gayru munsarif oo tanwiin ma qaadanayo, sida masaajida oo kale. tacriifuhu haddaynu tacriifino, huwa maa dalla, waa ka kutusa calaa akhara, wax ka badan min ithnayni, laba. bitaksiiri mufradihi, bisababi taksiiri mufradihi, mufradkiisa oo la taksiiriyey aawadood. kolkaa calaa ithnayni, marka min ithnayni, markaan kule calaa akhara min ithnayn, laba ayuu ka badan yahay, aw ithnatayn baa halkaa usoo qadari, ama laba dumara ama laba raga, wax ka badan buu kutusayaa. waana bitaksiiri mufradihi, mufradkiisa oo wax laga bedelay dartii. walam yaqbali tanwiin, tanwiinna ma aqbalo. kashanaad waa jamac mudakaru saalim, sida alcaliyiina oo kale. tacriifuhu markaan tacriifinayana, huwa maa dalla, waa ka kutusa calaa akhara, wax ka badan min ithnayni, laba raga. biziyaadati waawin, wow lagu ziyaadiyey, iyo ow iyo wanuuni, nuun lagu siyaadiyey, calaa aakhirihi, xaggiisa dambe sababtood. ow yaa-in ama ya baa lagu ziyaadin, wanuunin iyo nuun baa lagu ziyaadin, ama ya iyo nuun baa lagu ziyaadin. maa jumica bialifin wataa-in masiidatayn, kelixaad waxa weeye maa jumica, ka jamac laga dhigay, bialifin wataa-in, bacdaa waa sababiyo, bisababi alifin wataa-in, alif iyo ta sababtood ayaa jamac lagaga dhigay, masiidatayni ziyaada ah welibana. sida mu'minaatin oo kale, hablaha mu'minaatin, tacriifuhu haddaynu tacriifino, huwa maa dalla, waa ka kutusa calaa akhara, wax ka badan min ithnatayni, laba dumara. biziyaadati alifin, alif la ziyaadiyey sababteed, wataa-in iyo ta la ziyaadiyey sababteed, calaa aakhirihi, xaggiisa dambe. ka toddobaad waa almuthanna, sida qalamayni oo kale, labadii qalin, qalamayni. tacriifuhu tacriifkiisu, huwa maa dalla, waa ka kutusa calaa ithnayni, laba raga, aw ithnatayni, ama laba dumara. biziyaadati alifin wa nuunin, alif iyo nuun lagu siyaadiyey sababtood, ow yaa-in wa nuunin, ama ya iyo nuun lagu siyaadiyey sababtood, calaa aakhirihi, xaggiisa dambe. saalixin wuxuu usoo badaa litajriidi, in laga jaro siyaadada, in laga jaro ayuu usoo badaa. saalixin litajriid waxa weeye, musannuhu wuxuu musanne noqon karaa oo qura alif iyo nuun, ama ya iyo nuun marka xagga dambe lagaga daro, almuxamedaani ama qalamaani ama baytaani. welibana saalixin litajriid waa inuu usuu bado in siyaadadii laga jari karo, alif iyo nuunka in laga jari karo, oo markaasuu laba ku noqoni, haddaan alif iyo nuun ka jaro, qalamaani haddaan alif iyo nuun ka jaro, sideebuu kale uu ku noqon doonaa musanne. wa cadfi mithlihi calayhi, mid lamida waa in lagu soo cadfaa. maalan u fiirso horta musanaha marka la sheegayo carabta la gaara magacan musanna ah, almusanna carabta ayaa la gaara, luqooyinka kale male musanaha. musanuhu luqadan carbeedun buu ku jiraa, waa laba. halkii laga odhan lahaa maalan u fiirso, marka laba qalin la doonayo, halkii sidaa laga qori lahaa, qalamun wa qalamun, halkii sidaa laga qori lahaa, laba qalin marka la doonayo magacii laba jeer oo isku cadfan, halkii laga qori lahaa ayaa laga soo harufudaydsadayo magac qura, unbaa lagu darayaa maxay mufradkii caadiga ahaa, unbaad saa-id odhanaysaa intaa, mufrad saa-id intaa musannu noqonaya. waxaa kaloo heli kartaa inaad saa-id intaa tidhaa, haddaad mufradka alif iyo nuun hoos dhigan ku darto, eeg, ama ya iyo nuun hoos dhiganaad ku darto, laba ayuu isku bedeli oo musanne ayuu noqonayaa, laba musanne. calaamadana kolkaa musanne ka dhigaysa, labadana khiyaaru malihid, oo kaa doonta ka dhig lagu odhan maayo, qalamaani iyo qalamayni khiyaaru malihid. xilliga uu wax samaynayana kanaa laga dhigaa, xilliga rafcahana kanaa la qaataa alifka iyo nuunka, xilliga nasbahana kanaa la qaataa. kolkaa way kala duwan yihiin. laba qalin hadday dhulka ku dhacaan, kaa horaad qaadani, ilaan dhiciddii iyagaa samaynaye. laba qalin haddaad iibsanaysana, kanaad qaadani, oo ya iyo nuun ayaad ku darsanaysaa. waa sabjag iyo objaga mafaacili mafcuulin bihi baad u kala eegaysaa markaa qaacidada iyo xeerka. haddaba markaan qalamaani idhaahdo, ee qalamaani markaan idhaahdo, musannanimadani wuxuu ku yimid siyaadatu alif wa nuun, waa inuu saalix litajriid yahay, waa in laga jari karaa intan, alif iyo nuun waa in laga jari karaa, magucuna uu macno yeelanayaa markuu musanne yahay. haddaan alif iyo nuun ka jaro, muxuu noqonayaa markaa
qaladun buu noqon waa mufanna marka hadde ilaa macnuu yeeshay isagoo laga jarayay hadaba eri aan mufanna ahayn baa jira waxaa ithnaani ithnaani maaha mufanna eriga ithnaani mufanna maaha maxaa sababaya ithnaani ay mufanna u noqon wayd laba way tusaysaa alif iyo nuunna way wadataa waxa ka maqan saarixin litajriid alif iyo nuunka lagama jari karo oo erigu macna ma yeelanayo haddaan ithnaani alif iyo nuunka ka jaro muxuu noqonayaa ithna arabaku ma hadal eriga ithna laakiin qalamaani haddaan alif iyo nuunka ka jaro muxuu noqonayaa qalamun waa eri caadi ah arabi ku hadashay kan hadaba musanna lama yiraahdo mulxaq baa la yiraahdaa mulxaqun bil musanna sababta musanna loo odhan waayo mulxaq looga dhigay tacriifka ayaa laga waayay saalixin litajriid ayaa laga waayay oo ziyaadadii baan laga jari karaynin وعد في مثله عليه مركان قلماني ألف كي نونك كتشرو أي قلم أو نقض أو مقدم معنى كوي يشو سيدو الله بكون نقن وعد في مثله عليه شرط جي تعريف كاية هيد وعد في مثله إصدو كلاوة إلا قصة وعد في كرأي عليه دوشيسة قلماني ديما هلق أيان قلم نري سيدو الله بكون نقن وإن المتك لكو دراه والمحايرا قلم وقلم مصنوه وحويك سيادة دي سلقة شري كرو أي الله بيسكو ميدانا ليسكو عد في كرو كوكا سيادة شريد دي وحي إنغا سارتي إثناني iyo kila iyo kilta tamidna siyaadada laga ma jari karo afarta ithnaani ithnaani kila iyo kilta wa'ad fi mithlihi alayhi laba isku mid ah la isku cadfana waxay inaga saaraysa abawani ma aha musanne ereyga abawani ah daan eego musanne ma aha abawani siyaadadii way wadataa oo alif iyo nun baa lagu siyaadi waana laga jari kara oo abun bay noqonaysa abun laakiin hadii la isku cadfayo abawani waa aabihi iyo hooyada hadii siyaadada la jaro hal isku cadfay la yiraa wa'ad fi mithlihi alayhi ma aha abun wa abun la oran maayo sidii qalamun wa qalamun loo oranay waxaad oranaysaa abun wa ummun baa laba kala duwan abun wa ummun sababta abawani loo yiri ma aha musanne waxa weeyi wa'ad fi mithlihi alayhi dibay uu noqon wayday laba isku mid aan la isku cadfayn xilliga siyaadada laga jaro sida qalamaani qalamun wa qalamun loo oranayo مثلا رب المشرقين ورب المغربين مركان دونينو مشرقين وحوي بري يا قلبي توماها كل كهذا مثنى ماها ملحق بين قنيسة محاج يدي مثنى ونقوم ويدي رب المشرقين إذا هدي سيادة الله جشر أو هلا يسكو عاد في الليلة تي مشرق ومشرق ونقوم ما يسو إلين مثنى وعاد في مثله عليه لا يسكو ماذا إن يسكو عاد فيه وحين قنيسة مشرق ومغرب بين قنيسة وعند مثنىها تعريف كيسة هو مثنهم ما دل واك كتصة على اثنين لبا رغا او اثنتين لبا دمرا بزياده الف ونون الف يا نون لزياديه سببتود او ياء ونون اما ياء يا نون لزياديه سببتود على اخره حق صدنبنا لغو زياديه صالح ان صوبدا لتجريد ان لغا درتيرو او لغا قاويو وعد في مثله اسقو كلا ان لغو عطفو عليه دوشيسا وعد في مثله إصغو كلا إن لقو عد في عليه دشيسة وعد في مثله عليه وقلم وقلم تي لكن أبواني ما دام أب وأم نقطه اللي عذفك نقل ما يسمى مصنع كسيدي راد أدن بي والأسماء الخمسة أسماء الخمسة لما تعريفين يكوا كل دون تعريفي لكن أسماء الخمسة ما تعريفين سبب تأنو تعريفين وهي وحوي شيء مركة أرضي لبرا يو وحلي لهذا لبضر يغوى لبرا هدو شيء ترقو أن ليه إن لا تعريفي إن تراد الله شيء كفضل waxaa oranaya yaun asmaul khamsu ma aha wax fara badan af carabiga laga raadiyo waa shan magac oo qura shan taa umbu xifti meel kale u raadin maayo haduuna sheygu tiro go'an lahayn uu aad u fara badan yahayna qaacido yaro jamcisa ayaa loo sameeyaa oo tacriif la yiraahdo waa la tilmaama asmaul khamsu ma daamu shan magac yahay shan taa magac umbu sheegi al asmaul khamsa waa shan taa magac waa haya abuka way waa abaha akhuka way waa walaalka xamuuki way waa seediga ama dumashiga fuuka way waa afkaaga duu maali way waa mid maalu saaxiib hadaba sideeda ismi waxa la inaga rabaa culimada inaynu mid mid u sharaxno sideeda ismiyeen halka ku sheegnay ismiga dhahirka ah inaynu mid mid u sharaxno ayaa la inaga rabaa laba qodob waan iskaga tagay sideedii laba kamida waan iskaga tagay labada mufrad baan iskaga tagay hadii mufradku uu yahay mufrad munsarifa iyo mufrad gairu munsarifa tii mufrad waa la garanayaa waa wax kali ku tuso oo sharixiisa waxaynu ugu tagi doonaa maalaayan sarifka cashirka maalaayan sarifka oo qura ayaynu sharixiisa ugu tagi doonaa hadii rabbi ogolaado عشر كام مالا ينصرف كأم بينو كره هذين دونا إن شاء الله وعشر كام مالا ينصرف كا لكن هدونا أهين لب مفرد وحكا صهري ونقطة وليح دي كلا هل كان ينكو شرحين عمد مد مصنه إبان صاق هذا ني أن أجوه الرئيسين تعريفه مصنع تعريف كيس دي بنو سوي علي ما دام أشخر حين مصنعها ويا هي كاسنا إسكهر دعبوها مصنع واحد لقو تعريف يا هو مصنه ما دل واك كتوسا على اثنين اللي بحرق أيو كتوسا أو اثنتين أما لبض مرأ أيوك تصا بزيادة ألف ونون ألف ينون للزيادة يسبب تود أيوك تصا أو ياء ونون
أما يأي النون لزيادية سبب تود أيوك قطسة على آخره حقي سدن بلغو زيادية صالح وحنا أصو بضا لتجريد إن لجحت فألف كي النونك أما يأذي النونك وعد في مثله إصغو كلا إن لقصو عد في عليه دوشي سمركا إعرابه محالة إعرابي مصنها مركا يرفع وحل رفعية بالألف ألف نيابة وحي وكيلكتها يعني ضمتي ضمضة حلق الله رفعنا يفاعل ويهي وإن ألف كلا قدرا وينصب وحل قلنا نصبني باليائية نيابة وحي وكيلكنا قني على الفتحة فتحها ويجر وحل قجر يا باليائية نيابة وحي وكيلكتها على الكسرة كسرها ما يلحق به شيء ملحق أون قنا يا أمل لحليشين يو محاها دبا مصنها ملحق أو لحليشية وأفر لفظي اثنان يا اثنتان كلا يكلتا أفر تاسا سوقاتي باب التغليب كله وشرايو وارس كجتقي أبوانيو مشرقين إيو عمران إيو قمران إيو باب التغليب له يقناه وغيب ملحق كمذا وارس كجاء مصيحي باب تغليبها وهل كان كمان صادرين أفرت كلا أم بان ملحق كرديجي ما يلحق به وحي ملحق لجديجي يلحق وحله ليش يا بالمثنى مثنها أربع كلمات أفر كلمة دود وهي إثنان ويجي بدون شرط وح شرط يلا وحده يعني ما تشير مركي مصنع سديس لهليشين أيو هليشين تاني نوع حوي علمه مصنع لهليشين مركي اللي يقوله يه إعراب كيسي وقرا له إعراب يا وي هذيلا رفعنا يا ألف بالقول رفعنا يا هذيلا نصبنا يا بالقول نصبنا يا اللي قشر يا فيرفع بالألف ألف بالقول رفعن نيابة عن الضم يضع ضمها وكيلكا وينسو بالياء يا بالقول نصب نيابة يضع وكيلكا عن الفتحة فتحها ويجر بالياء يا بالقول جري نيابة يضع وكيلكا عن الكسرة كسره إثنتان نوى الهليشية أواك اللبات وبدون شرط إيادو نوى شرط الآن كلا ويك صدحات لكن كلا ذا وحل شرطية إيه كلا ذا في عربي قال بس يضب الله استعماله مرنا كلا اسم ضاء كورت ولي قيت كلا ومضاف لكن كلا ذا مر اسم ظاهر الله إضافية أواك اللبات إيه الرجلين بابران كلا الرجلين ومقع مصنع أيا دبا دعيا مصنع أسا كلا ذا أصلحان دبا دعيا مر استعمال قاوة إلا ذا والرجلين مصنع لابد وايمها الكايمات مرن كلاد وحا الى دهي ضمير با دبا دعه او وحا لا اورنيا كلاهما ساسا لا اورنيا كلاهما هدبا ما دام وكلا الرجلين اي كلاهما لبداه اينو ودا استعمالني ما يلا سوتا هدا ما دام لبداه ودا استعمالني الرجلين يهما ان ودا استعمالني كملحق مصنع هو مركا دبا ضميرك اي ودته مركا سينا ملحق مصنعها ما كاسمر حق مصنعها ما كلاده ومجع ألف كرة ما هذا يوم بلقى صو قاضي الضمادي بألف كوكا درب موسى أو كلمة كصو قاضي موسى لكن مر كان يضمير كوضع توا مصنع أو حيل جرف ألف كاسة قاضني كلاهما حيل جنصبها ألف كاسة يأو آخر اسمي كليهما حيل جر كان ألف كم يأو آخر اسمي كليهما إلهي بقران كقول كلتا الجنتين كلتا دون دوا الله مذو وعددكي هذه كلتا أنا راه هذا كلتا كلتا هذان راه هذا إريان كلتا أنا لما ظن استعمال مر واحد دبر نعيا مصنّي لكن ددي جدي صار كان مصنّي الله بما هين هل كان مصنّي ددي كلتا الجنتين مرنا كلتاهما حلقهما ضاس أي وضط أم بي مصنّها ملحق طعي لما ظني بقى كصد هذا علم مصنّها ملحق وهي وكلا وهي كلا كلا ما مصنّها ملحق وكلا وبشرط إضافتها إلا إضافة يا يلا شرطية إلى ضمير ضمير لا إضافة يو وما عند إضافتها مركا لا إضافين أيو إلى ظاهر ظاهر لا إضافين أيو فلا يلحق بالمثنى مثنها لمها ليشيو كلتا باء يذن الله مذا بشرط إضافتها يذن إلا إضافة أيو أيا لا شرطية إلى ضمير لا إضافة أيو وما عند إضافتها مركا لا إضافة أيو إلى ظاهر ظاهر فلا يلحق بالمثنى مثنها لمها ليشيو هليشي أنت معنيه هو معي وإعراب كي مثنها لصينية معنى إلحاق هذه الكلمات كلمة ذهن هليشي أنت إذا معنوه على المثنى لهليشين أيو وعوانك يرفع هذه الكلمات ولا رفع بالالف الف بالغ رفع نيابه عن الضمه يلا ضمه وكيلكا وينصب ولا نصب بالياء ياء بالغ نصب نيابه عن الفتحه يلا فتحه وكيلكا ويجر ولا جري بالياء ياء بالغ جري نيابه يلا وكيلكا عن الكسره كسره قال تعالى الا ايا يري يا ايها الذين امنوا وركوا ايمانك له شهاده بينكم متكين شهادتيس اذا حضر احدكم متكين مكو كسو حاضر الموت غيرد حين الوصيه حين لقدردارنك اثنان ولبا ذو عدل عداله صاحب منكم اذا كان ترسن وحن دونينا هذا هلكا مصنيه هو ملحق هو اثنان ذا وقوله تعالى الا قول كيسو كلوي ومرفوع بو هذا اثنان الى الف بو سيتي وقوله تعالى او كلوي قالوا وحي يرهدين ربنا ربك يو أما تناوادنا دشي إثنتين لبا شهر لبا شهر إلى هاي قفك دي ليا وامحي سوكي هاي قيريد وين هي سوتي هاي المرعون
marun geerido ay labada jeer la dilaya waxa weeyii dilidan geeridan labada wax laga soo qaadaya intaynaan dhalanin jirid la'aanti inaga horaysay ba geeri laga soo qaada geerideena dambana mid ba laga soo qaada saasay u leeyihiin rabbana rabbiga yow ama tana waadna dishay isnatayni laba jeer ayaadna dishay wa ahyaytana waadna noolaysay isnatayni laba jeer nabadna noolaysay nolosha labadiina waa dhalashada adduunka aanu soo dhalanay iyo marka la dhintay de bacsiga qiyaamada la isku soo saarayo فاعترفنا إله وحن قرنا بذنوبنا ذنوب تيدي وان قرنا فهل إلى خروج مهلنا بحيتان من سبيل فهل سبيل أك من سبيل من تاسوا زائد واصل إلى هذا سبيل نوع مبتدى فهل سبيل محجده مجرى أك سبيل كروى مبتدى حرش أيو كل حجية ما كلا معنينا يو فهل سبيل طريق مجرى إلى خروج بحيتان كأنه أويا لنا إنه مركا أنه بحنا طريق أنه بحنا تلو مهلنا فهل إلى خروج من سبيل فهل سبيل طريق مهيرينا أما فهل من سبيل واحد طريق مهيرينا إلى خروج بحيتانك أنو كبحنا دي نارها إثنتين أولا بچير سواء أرورتي أي آية داكو جرتا مصنع يحيد لبضا چيربا منصوب باي أحيدنا مؤمول حقي مصنع هبان دوني وانا منصوب ومثل قولهم هذا الكوغو كلاوي جاء الرجلان لبضين بايمد كلاهما لبضو دي هذا هو مرفوع ألف كيبو ستاي ورأيت الرجلين لبضين بانركي كليهما لبدو دي هذا ومنصوب يأديب ستاي ومررت بالرجلين لبدين بان صامري كليهما لبدو دي هذا ومجرور أو محانكو قرانا يا مجرور إنو يهي وتوكيدوكو توكيدين يا بأوتي بالرجلين دي هوري جاءت البنتان لبدي هبلود بايمين كلتاهما لبدو دي وكلتاهما هو مرفوع بنتان كان فاعل كأبو توكيدين يا ورأيت البنتين لبدي هبلود بانركي كلتيهما لبدو دي كلتيهما وحي توكيدين سعد بنتين دان ومنصوب مفعول به ومررت بالبنتين لبدي هبلود بان صامري كلتيهما لبدو ديبا مصنوها علم الشروط أيو إنوغا بحنانا يا شروط مصنوها أيان هدبها لكن هدانا كمرينا بإذن الله تعالى شروط المصنع إريغا مركا مصنع لغاديغا يو شروط لشرطية أيا جرتا شيغا سوا مصنع هداد ترا أما مصنع نقونا يا هداد ترا شروط با لينوغا باهن يهي لغاما مارمان أو لو باهن يهي إنو إريغا نكسي فوبو وشروط المصنع أن يكون وإنو يهي معربا لا إعرابي وإنو يهي إري لا إعراب أم بمصنع لقديك كرا سيد محمد هو كله أما رجل هو كله لكن هدول مبني يهي مركي سهارة مصنع لقديك كرا إمك هو مصنع إيجادك مورن كريسي هو مصنع كمديك كرا يو أن يكون معربا وإنه معرب يهي مصنعه مثل محمد فلا يجوز هذا ما بنانا تصنيع الاسم اسمك إن مصنع لقديكه المبني إيه مبني جاءها سيد حدامي هو كله إريج حدامي وقبر إن رفيقا بياهي مصنع لقى مديك كرا إلين ومبنية هذا أو كلام مصنع لقى مديك كرا إلين واسم شعرة هدي له قلنا هذاني كورن هذاني هذاني وصدى صنع عربته وهذا شو الله فدي مضح بنانو صدى كل شيء أو مصنع معها أنت أو كلام ركان دوني مصنع لقى مديك كرا أنت ما هذا درك تدي مصنع معه والله فدي كلا صدى كل شيء عربي صدى كل دجيسي شرطك كوباد إريج مصنع نقول يا وين ومعربي هاي شرطك الله بعض أن يكون مفردا وإنه مفرد يهي شرطك الله بعض أن يكون مفردا وإنه مفرد يهي شيء كان مصنعها نقول إياه مثل علي وكلي علي وكلي وإنه يهي فلا يمكن صورة قلمها تثنية المصنع مصنعها إلا سيم مصنعيه شيء مصنع ما سيم مصنعين كرتها تحصيل الحاصل بالي جاي وباطل قف فردي عم يوسف فردي سنكرا وفردي عبا قف دنتي يوسف دي منكرا سقوط دنتي بعدها كل شيء مصنع لقديك يو إنه مفردي هاي لما قال شيء مصنع هاي إنه مصنع كله كسيدك نقول له أما شيء كم هاي إنه مصنع كديك نقول له أن يكون مفردا وشرط قال بعد مثل علي نوكله فلا يمكن صورة قال معها تثنية المصنع مصنعها إن تثنية كديك ولا جعل الجمع إن جمع كديك نو مصنع شرط قصدي هذا أن يكون نكيرة وإنه نكيرة هي ويح مصنع لقديك يسيد رجل نوكله رجلاني أو علما أما وإنه عالمي هاي مراد به لوجه شيء ذا العموم عموم نكيران نمو عموم كانوا نكيران نمو أما علم نكيران لوجه قصدي محمد أو كله حلو مصنعها نقانيه وأما جع جونية لكن مركو مصنع نقانيه دين الله بعد بكو سوا بيرة يعني الله بعد هدوكو سوا بيرة وحقا عرنك هو بلارنا يا نكيران دي بود وانية وين عموم لوجه قصدي محمد سيدا درت قال محمد داني بعذره سرت كوجر تالك وحكو صاب حيسا إري وهدو علم يهي الله وما داري كروا ممنوع محمد ألكم مدري كريسي قال محمد وممنوع في عربيك ألكم مدري مركو إسكا وإسكدي علم مركو يهي قال محمد كريسي. لكن حلقة ومثنها هي أشعر لغا من ريبي كرو المحمداني وي حلقة ومثنها هي محمداني مؤرن كريسي إلا إنه منادئين ويهي موية يا محمداني ويهي موية منادها أو قرأ يا أشعر لغا تغا منادها نحلق أشعر وحي كتير ياضا ياضا نعشعر وكيل كعا كل كاسيدة درتيد حلقة مثنها محمداني لم يلا وخلط المحمداني وي مركو مثنى نقونا يو لكن مركو نمثنى هي ومحمد سرت كتير تاوا محي هذا مركو مفرد كي محمد ويهي علم نمضى أيكم معرفوا بيو علم نمضى أي أشد دي
لكن مركا المثنى لا غدغيو وا علما مرادا به العموم وا علم نكره لا غدغي علم ما هي لا غدغي وي وا علم مرادا به العموم وا علم لا غدغي نكره نكره لا غدغي اما نكره لولا قستي مرادا به العموم ما هل لولا قستي بين اورنينا نكره نيما ايا لولا قستي كل هدي ما عن نكره لوغا قستي تي علم نيما دي ميشا وي كبخداي الله الله كينو معرفيسا ساس المحمداني لو يري سيد الرجل يو محمد فلا يجوز مبنانا تثنية معك إن مثنى لغدغو يلزم لازم يي العالمية عالم نمضى مثل فول أوكالي إريغ فول أوكالي وإري عالم نمضى لازم إنك استولى إسكو خلافي كلمة دا فول ما دام عالم نمضى لازم تؤولي قيد بأينا نكران نغن مثنى من نغن كرت مرنبا شردك أفراد أن يكون وإنو يهي الشيغ مثنى لغدغ يا غير مركب مركب غير كي وحن مركب هين مركب كان هذا إدافق معها ومركب مزجي أما إسنادية مثنى لغا مدقى كرو فلا يجوز مبنانا تثنية المركب مركب كإن لبا لغا دقاء أما لمثنية سيدا بعلبك أوكال بعلبكاني مؤرني سيدا لنوان مركب لكن مركب كهدو يدافي هاي مثنى لغا دقاء مركب يدافي مثنى لغا دقاء أو غلامي علي بادران غلامي أما قلاما علي قلامان با يحيدو مضاف لماذا نونك لغا شرية مركاسو قلامان نقن هدو غلامين هاينا مضاف إلى نونك مثنى لهم أقول غلامي أيال أورني يا صاحبي السجن بو الى هي قرانك كويري يا صاحبي السجن يا يا صاحبي السجن markay ino eegayna saahibaydu musanay ahayd saahibayni dadka qaar baa mooday halka macneeyo aayada quraanka inay tahay ya saahibi aniga saahibka saahibadayo inay tahay ya saahib saahibadayda jeelka ay ku macneeyaan rag qaar iska ilaali saahibadayda jeelka ma yaadin ya ul mutakallimki qalami ku jirtay ma wa yaadi musanaha ee qalamayni ma garanaysa yaadi ku jirtay qalamayni di musanaha yaadi si marka mudaf laga dhiga nuunka laga jara قال حليقة هذه مضاف لقد يقولون كلا كشريعة كل كقلمي يبون قرا يا يوا يأذن تيم مصنها تيم متكلم كماها يا صاحبي السجني لبذا شيلك وصاحبك أهوي لبذا شيلك كشروي لكن لبذا إذا صاحبه معها وحين دريم إن أمرك علم بالهذا إلى سعه أن يكون وإنه يهي غير مركب المركب غيرك وإنه يهي فلا يجوز مبنانا بين لتثنية المركب مركب كإن لا مثنيه هذا مركب كسواء مركب كمزجي أما إسنادي ما هم مركب كإدافق أو إدافق أو حنص أو قاضي المثنى لا قدر يا آيات القرآن كيا صاحبي يا سجني ومركب الدافي أو هذا المثنى لا قدر جوز كهرام مضاعيا مثنى نقنيا شرط كشناد أن يكون له موافق وحي إسكم وحوافق سني وإنه تشيله في اللفظ لفظ إيه يول معنى معناها بقى مركا دوري سشيين أض مصنع كدكتو وحي حاجة لفظ إيه حاجة معناها إسكوا فقسيه وين لهلو هدي هذا بل هو إمك الله مصنع مين وكان يكرنا الله مايا وايا مدم إله كلا أيات شر أو مجا عن الله اللو ذاق إياه أما معنيه اللو ذاق إياه إله إله وقبله يأودي إله رضى لي مترتو مصنع كدكي ميسي وح مصنع لكدك يا وين وح وح كل مجا عن اللو ذاق شر أن يكون له وين أؤ هذا موافق مدوافقية في اللفظ حاجة لفظية إيو والمعنى حاجة معناها با فإن لم يكن له موافق وحوافقية هدون شرين فلا يمكن صورة قلماها تثنيته إن مثنى لغدقا شرط اللحاد أن يكون له مماثل مضلمده وإنه جرى أن يكون له مماثل مضلمده وإنه جرى فإن لم يكن له مماثل وحلمده بهدون شرين مثل شمس وكراعة عادية فلن يجوز مبنانا لأحد قفنا مبنانا تثنيتها إن مثنى لغدقا قفنا مبنانا ما يسئن إريقا مثنى لغدقا شرط وحوي وح تمماثله وإنه جرى سيدا شمس وكراعة هدي أين جرين قفنا مثنين كريو مماثل بهدي أين جرين شرط تضباط الله يكون يونا نقن لفظ غيره غير كي لفظ جيسو مغنيا عنه مذ النجاق في الله ذي وعجرا إري بالله وعرنا يا إن إري جن مصنع لقدر جوا لقى مارمي إري جن إن مصنع لقدر جوا لقى مارمي وإري كلا إن نجاق في الله مرك قارن وحلا وعرنا يا إري جن إن جمع لقدر جوا لقى مارمي إمك مثلا هذه جمع أنصاق عطا إن كستون لجوا هذا مصنعي كتشرنو إري جا إمرأة تنا واقبت هذه جمع لجوا يدا تجمع ملأ امرأة جمع ملأ محلق جمع مارمي النساء لفظك الله جمع أو دمر كلا استعمالات كذا امرأة والله مثنين كرا أو امرأة تاني والله لكن مش معين كرتيد مجا النساء سو ما ينارون امرأة جمع ملأ أو مجا كلا جمع إن جا في الله ذي بجيرة مثنوه رواسا سوكر إري بجيرة أن مثنى لجورن إنه إري كلا إن جا في الله ذي وشرو وسواء إري كسواء وايسكمت سواء وايسكمت إري كسواء وايسكمت معها إري كلا سيون بجيرة سيون سيون وايسكمت سواء وايسكمت سيون نو وايسكمت هذا وسواء إن المثنى كذي أو سواء آني أن إدا عربي ما إنا استعمالين وح إن جا في الله سيون مثنى هجي سياني بالي الله بدش وايسكمت مركز هذا سياني إك سواء آني لم يدا سياني أم بالي هذا كل كسياني ذا سأ إن جا في الله سواء آني إنا إنا إدا شرط كتدابات وح إنا ندي
ألا يكون يون النقانين لفظ غيره غير لفظ جيسو مغنيا عنه مذي نجغفلا فلا يجوز ما بنانا تثنية سواء سواء إن مثنى لقديقو لأن سيا كلمة سيانا أيا تكفي إن نجغفلا تي عن تثنيتها أيضا مثنى كديجيدة إن أيضا مثنى لقديقو سيا با إن نجغفلا تي سيدا أي ندري ما إنه كلمة سيا با إن نجغفلا تو سياني أم بالورنيا تضبلا شرطية جمعها واحد جمعنا يقول الشاعر جبياق قول كيسة يجمعها واحد جمعنا يقول الشاعر جبياق قول كيسة نجبيا أيا جبي تريو وحيري شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا موافقا لللفظ والمعنى له مماثلا لم يغني عنه غيره شرط المثنى مثنها وحلو شرطيا أن يكون معربا إنه معربي هاي ومفردا إنه مفرد يهاي منكرا مثل ركن الله نكيري إنه يهاي مركبا مثل الله تركيبين إنه يهاي موافقا مثل وافق إنه يهاي لللفظ اللفظ والمعنى له معناه هو هذا والمعنى هي معناها با له انه هو هذه مماثلا حاله وهي مد اوك اما مد مماثل هو هذه ولم يغني عنه غيره غير كنا ورى ان غف لا سدي سواء سينا ان غف لا تي كيفيه جعل الاسم المقصور مثنى اسمك مقصور كامر كانه مثنى كدغينو هلك ما حندونينا ان كهدلو اسمك هورتا سيده مثنى لوغا دغا حدو صحيح هي وينو اسك دينيو انت اير بان قادنا اسمك عادي وا خله ربي وا مفرد مفتوح الاخر سائد ألف ينون كسر سنة ما ينون كسر سنة ما قاعد كشلو مفردة حرف كوجودن بيالا فتحية أنت لبلا إنود من هام بالا قدرة محمد قلم محاضر المركع حرف كوجودن بيا قلم ولي وين أصفد حسارة كل كا أنت هقدر لبلا شير بوين أصفد حسا أما قلمان ده أما قلمين ده بسيط قصاص وها هذا لو واحد شيله اسمه هدوم مقصور يهي سيدا مثنى لو قدر قال وما قاعد ألف كده ما هذا إلا إن هلكن ألف بيا لا سو ماها هدوم ما قاعد هرب ألف كده ماني يكورن أو موسى أو كله ويهي مركان مثنى لقى دقي سير لقى دقي ألف كأي على قيمين يا علماء هذا إلى صعه مجا مقصور كأ ألف ككل ما له هذه مثنى كدقي اللي وجوده ألف كأي على قيمين هذه ألف كمثلا ألف كأي إنه قيمين إنها مثلا هذا ألف كحرف كأفراد يوحى كسي بدن ونقطة ألف كهذا حرف كأفراد يوحى كسي بدن ونقطة مثلا ألف كي بحرف كأفراد يوحى كسي بدن ونقطة أفراد يو حكسي بدن هدو ألف كل نقطة يأفت حسن بها لوب بدلا على مدى باكل كا يا 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 الله قلبين أيا موسى هدان كورا هدان مثنى كاريك إريك موسى ألف بكورا ماضي وحل ربا موسى أغن إنان كسي يا ألف ريبان ينون كسرسان أما يا ريبان ينون كسرسان إنان إنان تاكو دران الله ربا ألف كي هوري إك ألف كاسي هدو حرف كأفراد يو حكسي بدن كل نقطة صد حرف بهدي ألف ككهر مران أما أفر حرف أما أفر حرف يوح كسي بدنا دون نقض ألف كي يأفد حسن بالله أخري مركز على قدري محانا رأينا يا مركز الموسياني بانا رأينا الموسياني أشعانا والا إسكاقاتا حلقة عالم كالله مصنع مقع عادقة حلقة مصنع لابا الله قردق أيو ألبا حقه هركا قشانكو أيينو النري ووايا المحمداني وإن المحمداني موسياني ونقول الميسي المحمداني بعض الرنسا المحمداني المحمداني بين الموسياني بين أورانينا الموسياني هذا الموسياني مر هذين قاضني الموسياني مصطفى نوال مدونه المصطفياني بين أورانينا وألف هذا حرف كأفراديه وحكسي بدن ويهي هذا ألف حرف كصدحات يهي مثلا حرف كصدحات هذا ويهي سدا عصا أوكله سدو قرن يهي بالله إيجا سدو قرن يهي هذه سدا إيج قرن يهي فت عصا ألف ككل بوتاعين يهي وعلى سمي مصنها ألف كأوفة حسن بالغدقي مركز علامة دي لقدري دورا عصا وأشي محي نورني نمرك الله بأولاد عصواني ما نورني نا عصواني إيه أما وحي نورني نادي عصويني بين نورن كرنا يدنا عصويني كالله كادون تات كديجيسا عصواني أما عصويني كري القصب ما هينا القدرة ويا موسى مجع قفلها بوها يوم مجع جارو علم أبوها لكن عصاد وش دي علم معها كان علم هين سيدا قال نوكله أشوانة قدري وين كديني العصواني نوادر كرتا هدو المهم ألف وكل تاجين يسب حرف قصد هذا ويبلو بدري أش كور رسالة لما قيمين يوم هدي العصا ويهي العصا هدو يهي ألف كسي وحرف قيم مثال وكيس اتحاد ويا أش لما تريو أش هترين المرنما أش لما تريو أنت كلون تريو أكيد صدق هذا وهو بعد فتح سين بدو بدري على مدي مصنها هدو ألف كوس فتان أوكله هدو سيدا يأدو قرية هي سيدا هالكاس أوكله ألف كي يأفتح سين بعلى قدي مركز على مدي مصنها لقو سيدا ريدونا إن شاء الله ساس أوكله إنه قرية على مدي مصنها فتياني بين أورانا هنا هدا دون تنا واحد أورانا ساس سيدا سيدو قري فتياني بعد أورانا سامر كانا فتياني بعد أورانا سامر كانا ألف كي مصنون ساس أيون قرية ومقصور كي صدق حيرم بويا شيء
صدح الحيال مقصور كولي مركب مثنى لقديك يوامح هذو حرف كأفراد يوحك بدن وياي أعرف أفراد يوحك بدن يأفض حسن بلو بدري هذو حرف كصدح هذه هينا هذو كرو تعدين هو قائم يهي وفض حسن بلقديك هذو إسوا كصدح هذا سيدا يأذو قرين هينا يأفض حسن بلقديك إلى أجمع مقصور كيفية جعل الاسم المقصور مثنى اسم مقصور كصدا مثنى لقديك يعين هل كان قارك هنا تعريف المقصور مقصور كورت تعريف كيسي محا مقصور ليدا هو مقصور كل اسم واسم كسته فعلي حرف بايقا بحي مقصور لميدا معرب او معربا معرب كان مقصور لميدا هدو مبني كان مقصور لميدا سيدا تصالحان متى او كلمة كانت تقولين متى واسم الف كل ماذا هذا مقصور ماه مادامون معربا هين اخره الف الف بكل ماذا اخره الف اخره ياء يا حروف تي كرايقه بحدي الف تقول لازمه جوقتا لازمه ما حيغه سارتي اسماء الخمسه ابا هريره مقع ابائه الف بو كدماده واسم وانا معرب اخره الف لكن ابا الف تسمى لازمه مس وحيلق نصبها اون وحيلق نصبها اون هدان رفعنا يا ابو هريره نودن هدان جيرينا ابي هريره نودن مشكله ماله كل مقصور كما علم الله شرحه وحل الى هذا هو كل اسم واسم كسته معرب او معربه اخره اخر كيسنا الف الف وهي الف تقول لازمه جوقتا سدا الفتا اوكله اما هدا اوكله الفتا يهودا ولما ما قالوا بده الف بي كدمادان وينو ارغنا هذا سيده مسن لوغا دغيا صدخان تلابه را اما لبد تلابه ان هلكا كو شيغنا ان كانت الفه الفته هدي تاهي رابعه حرف كافراد يف ساعيدا وخ كسي بدن وجب قلبها ان لو قلبيا واجب يا الى ياء مفتوح يالف الحيه ثم يزاد وحلق زياده على اخره علامه المثنى سيدا موسى اوكل المصياني مصطفى اوكل المصطفياني مستشفى اوكل المستشفياني ان كانت هدي تاهي الفه الفتي ثالثه حرف كصدحات لبي او قيب سمي فإن كانت قائمة هذه كرو تهجنتها وجب قلبها إن لو قلبيا واجب يا إلى واو وسيدا عصا أو كلا عصواني قفاء وكذات كي أنا قفواني وإن كانت هضيتها على سورة الياء سيدا يأذى مذ قرن وجب قلبها وح واجب يا إن لو قلبيا إلى ياء سيدا هدى هدياني فتى فتياني مقع مقصور كأن هلك كجمع إحنا هلك نوح إنه إيمان يا اسمك ممدود كأه ممدودك ومقع كرنا ماذا همسة وألف كهر رأيو أنت هسه كرنا معنا وهمسها ألف كاس كهر أنت مقع كرنا ماذا ممدود لي هذا مثلا وانا اراه بيضاء اوكله هدان بيضاء اراه هو ممدود وايو انت شيغني بكل ما اعطي ما عاسيده مسنه لوغا دغى بيضاء اوكله واخ لا سميا همسه ير كو دمادي ما اركيسا اي اوو دمبيه ايا صدخ لو قيبيا مر همسه ير با ددق كجوغا ددق بو تلمامايا واخ لدي الف وتانيث بان لي هذا او ددق بو كيمد همسه ير يو كيمد بينو ندي ددق بو جوغا هدو ددق جوغا بيضاء حلقة مثنى همسها ووفد حسن بالله قديم علامة مثنى هنا ولا جوسي داري بيضاء واتعد لا بد عدد ما حضرنا يسامر كه بيضاء واني بيضاء واني هل كوا أبد كيني سايو همسي ووو آخر اسميا ويا ولتعنيث هدو همسو منقلبة عن أصل يهينة منقلبة عن أصل هدو يهينة لبى وجباب بنان إن سيدي سلو دايو يينغو لو بدلو دعاء أما بناء ومنقلبة عن أصل همسها سي هذا دعاء هدي أنكرا أما سماء بمثنى كذب أما سماءان بانورن أما سماوان بانورن دعاءان دعاءواني بناءان بناءواني لبدا وجباء بنا ومنقلبة عن أصل هدي همسو أصلية هينا همسو هدو أصلية هي محل جيلية همسها أصل أما همسها أي نورن إنه أصلي وحل جيلية علم همسها أصل جاء سد أي ندريمينه ده استجا همسها أصل جاء سيد سلو دينية قراء ناقلة قراءاني هم بانورن وممدود كي بهالك سنة أي نكجور بحني وحين تلمان علم كيفية جعل الاسم اسم قصيدة الله قد يقول الممدود إيه ممدود كأم مثنى مثنى سيدة الله قد يقول بها ضيلاك إن كانت همزته همزوه هدوية هي لتعنيث لديك متك تصيى وجب وحوى واجب يقلبها إلى واو إن وولو قلبي بيضاء أو تعظم حين أرننا بيضاواني لبعض عد سوداء أو تمذوننا سوداواني لبدي مدمذوبة هذا بها همسهن إنه لتعنيث يأي محنكو قرطة تازة مهيمة همسهن إنه لتعنيث يأي محنكو قرطة مقعنا لديكون لو يقالنا إمك بيضاء ولديكون ننك هذا ربط أبيض بون نقنية ننكو مركز لدينا ننعد أبيض بادرا بيضاء ولديك إمك حمراء ولتعنيث الحمراء وايو ننك عصم حال ورنيا أحمر إمك سوداء ولتعنيث مقع عنا لديقونا سوداء ننك مذوم حال ورنيا أسود هدي مقع عني مقع لديقوني ليه يهي وجاي همسيسة لتعنيث بالي لا ووغانا والله قلبية وقضبك كوبات إن كان قضبك لبعض لأك إن كانت همزته همسيسة هدو يهي أصلية هدو يهي همسوها دو أصل نقضه وجب وحي واجب يا بقاوها انك باقي نقطه على حالها سيده سيده ابتداء وكل ابتداء اني بانرن هذا علم وحي مهمه همسها اصل كايسنا ما حنكو غرانيا الا ابتداء واكيو كلون ما حنكو غرانيا ابتداء انو همسها اصل يحي وحنكو غرانيا همسها انو اصل يحي فعل بوله يحي اريغني وانو اريغو فعل كو انو همسه كو دماده ابتداء فعل كيسي وبدا
بدأنا دفع همس كل ماضي وأصلية سيدي سودا يو ابتداء ده إن كانت همزته همسوها هدوية هي أصلية هدوية هي وجب وح واجب يبقاؤها على حالها إن سيدا أكو باقي النقض سيدا ابتداء ابتداءاني صدح إن كانت هذي تاي همزته همزيه سو منقلبة متكسر قلبون عن أصل همسوها هدو أصل كيمد جاز وح بنان بقاؤها إن كو باقي أهاتو على حالها سيدي دي هدو همسوه منقلبة عن أصل يهينا سيدي دي بكو باقي أهان كرا وقلبها نو بنان يهين لو قلبية إلى واول سيدي دعاء نوك للبا وجيبا كو بنان إن دعاء واني رايون همسي وو بدلو إن دعاء آني رهضو وقضب كصدحاضو منقلبة عن أصل بالي لهذا قضب كان صدحاضو وما حيبين نري ومنقلبة عن أصل محانكو قرانا يا منقلبة عن أصل هذا الدعاء يبناء إن منقلبة عن أصل طيب محانكو قرانا يا فعل بيلاده فعل كيسا حرف علا كو دمانيا كلمة فعل إيه فعل كيس وحرف فعل كل ما ضم مقلب عن أصل بالي هذا دعاء فعل كي ودعاء ألف بكل ما ضم أما ويدعو وو بكل ما ضم بناء فعل كي وبناء ألف بكل ما ضم أما ويبني مضيء بكل ما ضم أوكي وين فهنان وملاينا هل كاسنا وحنا كجبحني ممدود كي يسيد اللي جاي ليه كيفية جعل المنقوص مثنى منقوص كسيدابا مثنى لو قد علمه وعشر كي نقيبتي وجود بيسي مثنها عشر كي أي نوجود ترجع لي أنت وجود بيسي ويان المنقوص منقوص هو ما جعل معربك أي هذا كله ماذا؟ بل هذا أن تعريفنا منقوص كتعريفه هو كل اسم واسم كسته معرب أو معربة آخره آخر كيس نياء وياء لازمة جوكتاء وكله ماذا؟ وهرت واسم بينه المنقوص هو كل اسم مع إن جهر يا دبكو كل اسم مركان رافع لي حرف منقوص لميدا ومعرب مع جهر مبني اسم منقوص لميدا آخره ياء ياء كله ماذا؟ كياء كله ما منقوص لميدا لازمة جوكتاء رجال لازميه محيق صاريا وحيق صاريا أسماء الخمسون مركم مجرور فيها عن أبي هريرة أبي معركيسا واسم رجال أبي واسم وارا معرب آخره يا أموي لكن لازم ما هدي حلق مجروركم بأبي نقارية منصوب كوا أبا مرفوع أنا وأبو كل اسم واسم كاستم معرب معرب آخره آخر كيس ياء ياء هي لازمة جوكتا قبلها أيكوها الرئيس كسرة كسرة القاضي أو كلوي القاضي واسم منقوصة إن كانت ياؤه يأذي سهديتي مذكورة مثل الشيغي فكصحيح وصحيح والآخر وكله مثل القاضي القاضياني وإن كانت الياء يأذي هديتي محذوفة مثل حدفيه وجب وحواجب إعادتها إن لسيوعليه يأذي والسيوعلين هدي حدفنتهي حين لقي حدفنتهي ومركو بلا أليهي القاضي بل هذا أشا كتر القاضي هذا أشا كتر نمحو نقنية قاضي بو نقنية يأذي ويحد فنانيسة حين لقى يأذي حدفنتهي وإن لسيوعليه أداعي هذا أشا كتر داعي بو نقنية ويقول يري القاضي إن كانت ياؤه هضيتي مذكورة مثل الشيغي فكصحيح وصحيح وكلا سيدة القاضي القاضيان وإن كانت الياء ياؤه هضيتي محذوفة مثل حدفين وجب وحواجب إعادتها إلا سعوديو ثم زيادة علامة المثنى على مدى مثنها إلا قدر على آخرها حقيقة قدنبه أي على مدى مثنها لقدري سيدة داعين وكلا داعيان أما داعيين أين أولا أنه داع داعيان أما داعيين أين أولا أنه علمه التدريب الأول ليلس ككوباد وينو معنين إنه نردقان وقبهان إنه سوب وحبوحيو ضع واحد كتاب مصنع مصنع مناسبا كهبون أو ملحقا به أما مد ملحق به في كل فراغ ملك استوب بنانه مما يلي وحساس عدا إن الشمس عاد عادة إيا والغمر ضي حبا آية تاني ولا بقى آية ضد من آيات الله شربت واحد عبي كوبيني لبا كوب أيام في المقهى مخايدك عبي شربت كوبيني في المقهى اشتريت واحد إيبسدي قلميني لبا قلم بان من الدكان دكانك كإيبسدي أخي ولالك وأختي يا ولا شيء كلاهما لبدو دب محبوباني ولا جعلي محبوباني عندي أنا أكيد ولا جعلي أد بانو شعالي محبوباني أجنونك محبوباني بابا يا هيدلك دم بماركز محبوباني ذا قرال كي خلا دير بقول شيله محبوناني باقران محبوناني ما هو محبوباني يا هيد أخي ولالك وأختي يا ولا شيء كلاهما اللي بدو دبا محبوباني عندي أنا قاعد بانو شعالي اللي بدو دبا أد بانو شعالي أحترم وان حرمي يا أبي أباي يا وأمي هو يدي كليهما اللي بدو دبا هل كان كليهما بنكون بيحيي التدريب الثاني ليلس كلا بعض أجيب واحد كجواب تاع عن الأسئلة التالية سؤالها بجواب جواب يتضمن كوابسطين مثنى مثنى كم أخا لك إمي سوى البعض ليضحي لي أخواني بعضلا كم عين لك إمي سوى البعض بعض ليضحي لي عيناني بعض الله بين بعض لي كم عمر ولدك صغير إننا إلمها غير وإي مسجل عمره شهراني بعض الله بعض بلود كم رجلا لك إمي سوى البعض بعض ليضحي لي رجلاني لبا لقود كم والد لك كم والد لك ورمي سوى أبا عياد ليضحي كم واردا لك أي مساء أبا أياد لي والداني لبا أبو
التدريب الثالث لا يلسك صدحات ميز واحد كلا صارت المثنى المرفوع مثنها مرفوعة والمنصوب والمجرور مبينا نذيك عضينا يا علامة الإعراب جاء العلياني لبدي علي بايمد ومرفوع علامة رفعه ألفك أقبل الصديقاني لبدي صاحبه يسوق عبله ومرفوع علامة رفعه ألفك زرت الحرمين لبدي حرم بن زيارته ومنصوب علامة نسبه وياده أعجبت بالدالبتين لبدي هبلاد وان ليابي ومجرور علامة الجر كن وياده قال تعالى إلى هيباجري ودخل معه عيسى وحق لي أسجن جلك فتيان لبائنا وفتيان وانا مرفوع قال تعالى على أياجري قال الرجلان لبن باجري أو من الذين كوي يخافون بقي أنعم الله عليهم إلهي أنمعي ادخلوا عليهم الباب الباب كوغل ورجلان وانا مرفوع قال تعالى إلى هيباجري وبالوالدين لبذ والد إحسانا سمع سمايا والدين ومجرور وذي القربى قرابتك وصاحبك أنا سمايا واليتامى يا أغونت والمساكين يا مساكينت قال تعالى على أياجري ربنا ربك يوم وجعلنا نجي المسلمين لك لبكوه جان سمية ومن ذريتنا أمضى يدنا عرورت يدنا واحد كذكتا أمة مسلمة مسلمين إذا سنشدنا وانا منصوب قال تعالى ألا أيايري وقالوا وحيد هذين لولا نزل محل وسود جموعي هذا القرآن وقرآن كان على رجل من القريتين اللي بدت لك ترسن عظيم وين من القريتين ومجرور وانا علامة الجرك يا هذا قال تعالى ألا أيايري وقضى ربك ربك وحو قدري ألا تعبدوا إن إذا عابدين إلا إياه إسقم وياني وبالوالدين اللي بدوا والدنا إحسانا ونا يسمعين ادو سميسين اما يبلغن هدو غار عندك عقت هذا الكبير ادى احدهما متكود او كلاهما اما لبدودبا فلا تقل لهما حكو اورنينا اوفين وان ادن نعي ولا تنهرهما هو هنجبينا وقل لهما واحد كتير هذين قولا كريما هذا الشرف له كلاهما ايا هلكانا ملحقين مصنها نقونيسا ان شاء الله تعالى عشر كينو برتا ايو انوغو ايغان دونا والله تعالى اعلى واعلم.